مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا في هذا الاثناء كنتواجدوا مع هذه السيده اللي في عمرها 28 سنه، قدر الله وما شاء فعل، توفى لها الزوج ديالها، خلى لها اربعه الوليدات، الكبيره 8 سنين والصغير 5 سنين. تأزمات الوضعيه ديالها، الزوج ديالها الله يرحمه ما كانش عنده يعني شي خدمه اللي رسميه اللي غتكون تقاضى واحد الشهريه عليها، اضطرات انها تخلي الوليدات ديالها في العمر حال عليها، وتأزمات الوضعيه ديالها وغير الجيران الناس هنا اللي اتصلوا بنا وقالوا لنا السيده راه في يعني في واحد الوضع اللي صعيب وصعيب بزاف. وحنا درنا هذا النداء كنتوجهوا للمحسنين، كنتوجهوا للقلوب الرحيمه انهم يتعاونوا معها. اربعه الوليدات 8 سنين و7 سنين و6 سنين و5 سنين ياك اختي، وفي عمرها 28 سنه، يعني مازال صغيره ومازال مسؤوليه كبيره قدامها. الرقم ديالها للمساعده 07 67 33 02 63، 07 67 07، كنكررها ماشي 06، 07 67 33 02 63، 07 67 33 02 63. مساء الخير لالا، نتمنى ان شاء الله نكونوا قدام الربح عليك. واخا انا قلت القصه ديالك باختصار، الزوج ديالك الله يرحمه، تكلمي لينا ملي كنتي مزوجه، واش كنتي خدامه، واش كنتي هازه حمل الدنيا، ولا كان المرحوم هاز عليك كل شيء، ومن بعد الوفاه ديالو كيفاش تقلبات حياتك؟ تفضلي. واش غنقول لك، انا ملي كنت مزوجه ما كنتش خدام، كنت عمرني ما خدمت، هو اللي كان خدام، هو اللي هاز المسؤوليه. فاش كان خدام؟ هو كان خدام اساس في واحد الفيلا، من بعد ملي توفى جا واحد داك المرض الخايب توفى، صافي ما لقيتش انايا فين نمشي، كان غير داري ليا وداكشي، ما لقيتش فين نمشي، مشيت لسيت ولادي ومشيت. شحال الوليدات؟ عندي اربعه، مشيت عند الوالدين ديالي، لقيت جالسات مع كاين الوالد معاوني في منطقة الرحامة في الغربية، والدي كان معاوني على وليداتي، مات الله يرحمه هذيك 9 شهور دابا باش مات، ملي مات الوالد بقيت غير انا والوالدة في الدار، صافي هزيت راسي وجيت هنايا تنخدم، جات هاد الجائحة ديال الكورونا. ملي جات انا فين خدمتي؟ شي حاجه، هانتوما كتشوفوا الخوت انايا كيفاش عايشه حالتي، هذه هي الحاله. الا ما عطاونيش هاد الناس هاد الجيران هادو ما ناكل ما تناكلش، قسما بالله الا من البارح ما ناعسه ما واكله ما حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا في الحاله ديالي كيفاش دايره، وملي هكا تعيط ليا الوالده تتبكي وكتقول لي ولادك تيموتوا بالجوع، ما عنديش اشنو ندير، ولادي ما عندهمش شنو ياكلوا، وانا كل سيمانه كنت كنصيفط، دابا ما عندي لا ما نصيفط لا ما نوكلهم لا ما ناكل، حتى انايا ما عنديش، كنتمنى من الله ومن المحسنين غير يعاونوني، غير في المسكون وغير من ناكل، لا انا لا دوك الوليدات ما عنديش فين نمشي. كتهضري معاهم ولا ما قدرتيش؟ ما قدرتش نهضر معاهم، شنو كنقول لهم اختي؟ نقول لهم ما عندي ما ناكل، نقول لهم ما عندي ما نوكل، ما قدرتش نقول لهم، ما قدرتش نهضر معاهم. انا ثلاث ايام هذه اختي، وانت كتشوف الحاله كيفاش دايره، كلشي كنتي كتشوفي اختي، انا يا غير في الصباح كيفاش غنهضر معاهم؟ ما عنديش باش نتواصل معاهم. راه اتصلتي بيا البارح في الليل وقلتي لي انا راه بايته في الزنقه. اختي اتصلت لك البارح شي ناس اللي عايشة جاو ليا عطوني باش نهضر معاك ونهضرت معاك، وقلت انا يا غير في الزنقة، وانا يا غير الان ما قادرش في الزنقة، ما عنديش فين غنمشي، ما عندي حتى شي بلاصة ولا حتى شي واحد اللي نلجأ ليه، ما هذه هي البلاصة اللي كنلجأ لها هي هذه. ما عندكش شي حرفة تعلمتي؟ ما عندي حتى شي حرفة، ما تعلمت حتى شي حرفة، ما قارية، ما تزوجتي صغيرة؟ تزوجت صغيرة وبقيت غير جالسة، حتى ملي تزوجت ما خدمت ما والو باش نقول انا راني مولفة ولا شي حاجة، بقيت جالسة غير في الدار، حتى نهار مات الراجل تما عليا الكراسي صعيبة. مسؤولية صعيبة، وأنا ما قدرتش، وأنا مريضة عندي المس، نقدر في أي لحظة تنطيح في الزنقة في الدار في الخدمة، البنات ملي شافوني هكاك خافوا مني وجراو عليا. جراو عليك على ود طيحة؟ جراو عليا على ود أنايا كنطيح كتغيبي. أنا إلا غيبت ما تنعقلش على راسي. والنداء ديالك؟ النداء ديالك كنتمنى من الناس من المحسنين غير يساعدوني، غير من ناكل أنا ولا وليداتي، كنتمنى باش تكون في مسكون أنا وليداتي وما نصرف على غير كنخدم وغير كنحيد اختي، وملي جات الوباء كنت انا
مشاهدينا يعني توفى الزوج ديالها ومن بعد مشات لدارهم المنطقة ديال رحامنا في البادية، حتى الأب ديالها الله يرحمه توفى يعني أرملة ويتيمة من جهة الأب، عندها 4 ديال الوليدات، المسؤولية كبيرة ماشي سهلة، باقين صغار، الكبير في وليداتها عنده 8 سنين والصغير عنده 5 سنين، يعني كيف كنقولوا وليدات الغيال، يعني ولداتهم مطاردين. الرقم ديالها المساعدة 0767 3، ممكن تجاوبي لا 0767 33 02 63، غير جاوبي اختي غير جاوبي ماشي مشكل، لا كان كيسون 0767 33 02، كرر الرقم 0767 33 02. هذا هو الرقم ديال هاد السيده اللي في هاد الساعه كتعيش وضعيه التشرد من بعد ما جراو عليها البنات اللي كاريه معاهم، قالت لك انا كنطيح كيشدني الناس كنبدا نغيب كنبدا يعني الله يشافيها، فبالتالي البنات خافوا لا توقع عليها شي حاجه، وبالتالي جراو عليها قالها ما يمكنش تكوني معنا، وهي هذه 3 ايام على حساب ما قالت لي هذه 3 ايام وهي عايشه في الزنقه، والبارحه اتصلت بيا واتصلت بيا هي من بعد في الليل، قالت لي اختي راني ناعسه في الزنقه، انا باغا غير الناس اللي يتعاونوا معايا غير نكري غير بيت غير على ما نخدم، ووليداتي قالت لي 4 الوليدات ما قادراش انني نتصل بهم، ما قادراش انني نسمع صوتهم، لان قد ما سمعت صوتهم الا وكنتحسر وكنقول يعني انني ما ولادي وما لقيتش باش نعاونهم. نكرر الرقم مرة أخرى مشاهدينا 0767 33 02 0767 63 02. هذا نداءنا للمحسنين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن أنهم يتعاونوا مع هذه السيدة، يشوفوا من حالها، راه كتشوفوا من لباسها من المهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نتمنى الخير لها، يعني حتى الوجه ديالها كتبان عليه واحد المأساة، كتبان أنها اللي داز عليها ماشي قليل، ويكفي أن 4 الوليدات وما لاقية ما تصيفط ليهم، هما في العروبية الكبدة مفارقة، هما في العروبية وهي هنا في الدار البيضاء، هنا ما قداش تخدم وتما ما لاقيش المصروف باش يعيشوا، حتى الجد ديالهم اللي كان كيصرف عليهم راه توفى. نتمنى الخير بإذن الله تعالى، وثقتنا كبيرة في المحسنين داخل وخارج أرض الوطن أنهم اللي كيشوفوا مثل هذه الحالات راه كيساعدوا معاهم إما بالدعاء بالقليل بالكثير باش مسخاكم الله، المهم في حالة الوضعيات يعاونهم الإنسان، غير حتى نتجاوزوا بإذن الله تعالى جميعا هذه الجائحة. قبل ما نودعكم مشاهدينا نذكر مرة أخرى بالرقم 0767 33 02 0767 33 02، والله لا يضيع أجر المحسنين. إلى اللقاء.